ثم خطأ عربي جسيم. تولى الإسرائيليين شنو اللي عملوه؟ قاعدين يقوموا بعملية تعبية في إسرائيل، يجيبوا فيهم من كل بلاصة. على فكرة عندي عمل اسمه المستحيل، باش تسمعوه كلمات سي البشير فرح، اسمه المستحيل، وجابوهم من كل مكان. هما يعبيوا احنا بلداننا وأنظمتنا، فما شكون طالعين قوانين تمشي الإسرائيل يعتبروك يا ولدي هز دي عندك الناس جحافل يا ولدي تهز، خلي الناس ارميهم غاديك تو يدبروا روسهم، ارميه في اسرائيل وتو يدبر راسه. هل تعلم سيدي الفاضل ان الدعاة اللي عندنا جماعة الاسلاميين اللي يدوروا دعاة، هل تعلم انهم يدخلون اسرائيل دون تأشيرة ودون حد شيء، وما يقلقهم حد، ويقوموا بمهمتهم بالدعوة ويخرجوا ما يكلموا حتى حد؟ احنا علاش ما نمشيوش غادي؟ وعلاش ما نعبيوش؟ ما هي قضيه عدديه، هي الفائده احنا مليار ونص، اي نمشيو سيدي غادي ونعبيو ونحتلوا بالعباد. في هاي الناس شاده الحيوط، في ابعد غادي. ما عادش عندي وقت، هاي صار. في بالك العلوان باش يدور شنو؟ سلاح مصباح، نحب نمشي نغني في اسرائيل.